نتكلم اكتر على الكره البرتغاليه مع حضراتكم في السادسه، هنتكلم على كريستيانو رونالدو وانتقاله طبعا لمانشستر يونايتد، وهنتكلم على جوزيه مورينيو، وهنتكلم على فرص بورتو البرتغالي وسبورتنج لشبونه في دوري الابطال. هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس لويس ماتياس صحفي بجريده وقناه ابولا البرتغاليه. بدايه برحب بيك وبشكرك على وجودك معانا على شاشه النادي الاهلي. You're welcome. I'm pleased to do it. شكرا لكم، مرحبا. بداية هبدأ معاك بصفقة يمكن ما كانش كتير من الناس متوقعينها، يمكن حتى لما كان في كلام عن رحيل كريستيانو رونالدو من اليوفي كانت الوجهة الأقرب لي، وكان الكلام كله على أنه الصفقة في طريقها لأنها تتم مع مانشستر سيتي، وفوجئنا بين يوم وليلة في يعني في وسط الميركاتو بانتقال أو عودة بقى مرة تانية كريستيانو رونالدو لبيته الأول في مسيرته الاحترافية مع مانشستر يونايتد. كان ده متوقع بالنسبة لكم بداية، وإزاي بتشوف أثار الصفقة دي على مشوار كريستيانو رونالدو؟ حسنا، يجب أن يقول أني لم أراها مفاجأة. رونالدو كان لديه خيارات كثيرة، وكان ايضا لديه بي اس جي ولديه اكثر من نادي، ولكن هذا هو خيار جيد جدا لكريستيانو رونالدو. البرتغاليين بالطبع ربما لم يتوقعوا الامر، لان مانشستر يونايتد لم يحتاج لمهاجم في المقام الاول، فمانشستر سيتي هو الذي احتاج مهاجما لديه جابرييل خيسوس فقط، فكان التوجه لمانشستر سيتي. لكن بالنسبه لكريستيانو، فكره ان يلعب كمهاجم كان الامر مرشح اكثر لمانشستر سيتي. عقليه كريستيانو رونالدو بتميل اكثر لفكره التتويج بالالقاب، ومانشستر يونايتد غايب عن منصات التتويج بقاله فتره طويله، حتى السنه اللي فاتت خسر اليوروبا ليج وخسر كمان البريمير ليج لصالح المان سيتي. كان المتوقع او كان المنطقي اكتر، وجهه نظر يعني بتقول انه منطقي اكتر انه يروح لمان سيتي او يروح لبي اس جي، بما ان هم الفرق دي اللي عندها قدره او عندها حظوظ اكبر في المنافسه على الالقاب والبطولات. بالطبع ليس الأمر كذلك. حينما تقرر أن تذهب لمانشستر سيتي أو بيس جي، حينما تكون في قمة مستواك وتريد أن تحصل العديد من الإنجازات، ولكن الأمر الآن منطقي أكثر أن تذهب لفريق هو الأكثر شهرة والأكبر في دولته. لديك الآن في مانشستر، في باريس سان جيرمان، لديك العديد من اللاعبين الرائعين، ولديك ميسي. فمن السهل عليهم أيضا أن يتواجوا بلقب نهائي أو بلقب دور الأبطال أوروبا، لكن أعتقد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لرونالدو، لا ينظر الأمر من هذه الصورة. أعتقد أن مانشستر يونايتد يحتاج للقليل للوصول لهذه الدرجة في الفترة الحالية. بالنسبة لكريستيانو، هو يبذل أقصى ما لديه بالنسبة للفريق، وسيفعل ذلك مع مانشستر. طب قبل ما أسألك عن توقعاتك لمشوار كريستيانو مجددا مع المان يونايتد، لابد كمان افهم منك كواليس انهاء العلاقه بين كريستيانو واليوفي، لانه من الواضح طبعا انها ممكن او في بعض الكلام على انه الاسباب كانت ماليه بحته، وفي بعض الكلام برضو تطرق لانها وجهه نظر فنيه لاليجري بعد ما تولى المسؤوليه في اليوفي. اي وجهتين النظر اقرب، وليه انتهت العلاقه بالشكل ده من وجهه نظرك؟ أعتقد أنه أمر خاص بالطموح. رونالدو يريد أن يكون في منظومة لديها طموح أكبر.
لا أعتقد الأمر خاص بالمدير الفني فقط، ولا أعتقد أن العلاقة بينهم العلاقة سيئة. ممكن أن نقول أن الكيمياء بين الاثنين أو التناغم بين الاثنين ليس على المستوى، لكن العلاقة ليست سيئة على الإطلاق. ورونالدو لم يكن يشارك كثيرا في الفترة الأخيرة. بمناسبة توقيت الصفقة، خليني أسألك يعني، وبعد رحيل ميسي عن برشلونة اللي كان يعني صدمة كبيرة جدا لعشاق البارسا، هل كان في إمكانية أو كان ممكن يكون احتمال وارد إن احنا نشوف كريستيانو رونالدو بألوان البارسا، ولا ده شيء من المستحيل من وجهة نظرك إنه يحصل؟ لا أعتقد أن برشلونة كان سيحتاج كريستيانو رونالدو. أعتقد أنك تركت ميسي يرحل بالفعل، والأمر خاص بالمال، فبالتالي هذا لم يكن أمرا مطروحا من، ولم يكن الأمر، إذا لم تستطع أن تدفع لميسي فلن تستطيع أن تدفع لرونالدو. تسمح لي أختلف معك في الجزئية دي، لأنه أعتقد حتى أن القيمة المالية لرونالدو في الدوري الإنجليزي وفي مانشستر يونايتد ما بتعتبرش القيمة الأكبر، وما أعتقدش أنه هدف رونالدو في التوقيت الحالي أو الأولوية رونالدو في التوقيت الحالي هو المكسب المادي أو الأجر العالي مقارنة بوصول لمنصات التتويج أو تحقيق بطولة زي تشامبيونز ليج أو المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم. نعم، لكن هذا الأمر، هذا لم أكن أتحدث عنه، أنا أتحدث عن برشلونة من جانب برشلونة. الأمر كان خاصا بالمال. أعتقد أن راتب رونالدو حتى الآن سيكون كثيرا على برشلونة واللاليغا. طيب أسيب ملف رونالدو وأروح لجوزيه مورينيو، واحد كان من أقوى وأشهر المدربين المدير الفنيين على مستوى العالم. انطفأ البريق لفترة مش طويلة، يعني أعتقد أنه أكثر من تجربة يمكن آخرها مثلا على سبيل المثال مع توتنهام ما كانتش تجربة ناجحة قوي، وقبلها برضو بعض التجارب اللي ما وفقش فيها بشكل كبير. هل تتوقع أنه مع إيه روما جوزيه مورينيو قادر على استعادة توهجه، قادر على استعادة مشواره الناجح اللي بدأه الحقيقة بشكل مبهر مع عدد كبير من الأندية، منها الإنتر ومنها طبعا ريال مدريد؟ ليس من السهل أن نقول ذلك. فروما نادي جيد لكنه يكافح، لديه مجموعة من اللاعبين جيدة لكن ليست التي تحقق المستوى المطلوب. أعتقد أنا جوزيه مورينيو لديه المؤهلات المطلوبة لذلك، لكن ليس لديه النجم الكبير في إيه روما ليفعل ذلك أو يعتمد عليه. وأعتقد أن العمل الجماعي جيد، لكن الأمر ليس كما كان في السابق بالنسبة لمجموعة اللاعبين التي كانت لديه في الأندية من قبل. لا أعتقد أنه، لكن جوزيه مورينيو تحديدا نجح بتشكيله كانت تقريبا مجهوله الهويه بالنسبه للكره في اوروبا، نجح مع بورتو في التتويج بلقب الشامبيونز ليج. هل تعتقد انه قادر على انه يكرر التجربه مره ثانيه مع روما، او على الاقل تقدير على مستوى البطولات المحليه في كالتشيو الايطالي على سبيل المثال؟ لا اعتقد ان هذا الامر مرجحا بالنسبه لروما ان يفوز بالكالتشيو هذا الموسم. أعتقد أنه لا زال يحتاج لبعض اللاعبين. طيب إذا كنت متشائم فيما يخص جوزيه مورينيو أو تجربته مع روما، خليني أسألك على موسم بالنسبة للأندية البرتغالية سبورتنج لشبونة، بورتو ومشاركتهم في دوري أبطال أوروبا، إلى أي مدى تتوقع أن هم يوصلوا؟ هل في احتمال أنه فرقة من الاثنين تقدر تنافس أو توصل يعني لمدى بعيد في بطولة الشامبيونز ليج؟
أيضا لدينا بنفيكا، لدينا ثلاثة فرق، أعتقد أن ثلاثة فرق حتى الآن من دولة واحدة. هذا الأمر جيد جدا، وأعتقد أن بورتو لديه فرصة ليصل لأبعد نقطة. أعتقد أنه يستطيع أن يحصل أكبر عدد من النقاط في المجموعة. عفوا، لدينا فريق ثالث في اليوروبا ليج، ليس في الشامبيونز ليج. أعتقد أن الفرق لديها مجموعة متكاملة، وخصوصا بورتو. أي نعم، المجموعة صعبة نوعا ما، لكن بورتو فريق تنافسي جدا، والمجموعة تنافسية، واستطيع أن يفعل ذلك. أعتقد الوقوع مع مجموعة كهذه الأمر صعب، لكن بالطبع لديك فريق يستطيع أن ينافس ولديه فرص كبيرة، والفرق البرتغالية حاليا فرق قوية في مقابلة الفرق المنافسة. رونالدو ترك اليوفي وميسي ترك برشلونة، هل تعتقد أنه واحد من الاثنين قادر على المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم، ولا تتوقع أنه يظهر اسم جديد؟ هذا العام حسنا، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أنا، لا أعلم في الحقيقة. أعتقد أن الأمر صعب على ميسي أو رونالدو أن يصل في لقمة الأمر مع بي إس جي أو مع مانشستر يونايتد، لكن هما لم يريدا ذلك كما يتضح. إذا أردت ذلك فعليك أن تؤدي موسما استثنائيا في ظل الظروف الحالية. لويس ماتيس الصحفي بقناة أبولا البرتغالية، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق طبعا للأندية البرتغالية في مشوار صعب ومش سهل على الإطلاق. يبقى على حسب شهادته أنه الطموح، وأنا بقلق من كلمة الطموح دي، الطموح هو كان الدافع الأول لكريستيانو رونالدو أنه هو يسيب اليوفي وانتقل لمانشستر يونايتد، لكنها عودة مرة تانية لنجم كبير جدا لبيته. والأولد ترافورد الحقيقة شهد بدايات تألق كبيرة جدا لنجم البرتغالي، وأعتقد أنه الإضافة دي أو الصفقة دي أعتقد ساهم مش بشكل كبير بس في قدرة مانشستر يونايتد على تحقيق الألقاب والبطولات، لكن كمان هتساهم في حلاوة المنافسة في الدوري الإنجليزي اللي يظل الحقيقة أكتر دوريات أوروبا إمتاع.